فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج إلى ما بعد أيام التشريق؟ طواف الإفاضة ليس له وقت محدد في النهاية، ليس له وقت محدد في النهاية، متى ما طفته فإنه يصح، ولكن لا يتم حجك إلا به، ما دامك ما طفت حجك ما تم، فلا بد أن تطوف ولو في آخر العام، فإذا طفت تم حجك. نعم.